عندنا وصل في مصر أحدث أجهزة للتأهيل الطبي للاعبين، أجهزة مش هتشوفوها في أمريكا ولا في روسيا ولا في إنجلترا. التأهيل بالجردة، التأهيل الطبي بقى بالجردة. كابتن حسام عاشور خط وسط لاعب خط وسط النادي الأهلي حاطط رجله في الجردل، وزي ما انتم شايفين مباشرة ده أحدث تأهيل. وخلي بالكم الجردل أخضر لأن ده تأهيل القدم، في جردل بقى أصفر وفي جردل فوشيا وفي يعني حسب الأنواع. بصراحة التأهيل بالجردل مش هتلاقوه إلا في مصر. التأهيل الطبي الرائع لا يمكن تلاقي هذا الجهاز إلا في مصر. عندنا بصراحة التأهيل بالجردل هتستعين به كل الدول العربية. كمان في تأهيل تاني اسمه التنطيط بالكورة، يعني تمسك كورة كده وتقعد تنطقها، وده تأهيل عشان عضلة السمانة تفرد. يبقى عندنا التأهيل بالجردل والتأهيل بتنطيط الكورة. وعلى فكرة والله ما هو كلامي، ده موقع جماهير الأهلي الأهلي.com هو اللي حاطط الصورة ديت وكتب الموضوع ده وقال التأهيل بالجردل في 2010. يعني احنا داخلين في 11، العالم كله يستورد احدث الاجهزه ويصنع احدث، ولسه احنا بالجردل. طب ما نشوف حاجه تاني. طب يا ترى الجردل ده عامل زي يعني بكام؟ 3 جنيه ولا ب 150 جنيه؟ وعلى حسام عاشور ان يستورد جردلا اخر. وهل الجردل ده فيه ميه ولا فيه تلج؟ انا بقول لكم شوفوا اكتشفوا انتوا الحقيقه، الجردل ده فيه ايه؟ طبعا اذا كنا بنتبارك بالميه المباركه وعندنا التاهيل بالجردل، الجردل ده ممكن يكون فيه برضه يعني ايه خلطه عفريت يتيم، خلطه مش عارف ايه، خلطه ايه حاجه كده يعني من الخلطات اللي هي ايه، حط رجلك في الجردل تطلع تكتسح الملعب. ويا كابتن حسام عاشور يا بختك، انا عايز بس بيبو يرجع لي الصوره تاني عشان تشوفوا رد فعل كابتن حسام عاشور ازاي مبسوط وهو بيستخدم احدث الاجهزه للتأهيل الطبي في مصر، التأهيل بالجردل.